بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إعادة شرح شفت ديزاين محاضرات الفصل الأول اللي نتعلم من عندها. أول محاضرة اللي تصميم هنا لكتشر 7، هاي اللي كان تصميم السنة الماضية. الشفتات مثل ما نعرف أن الفائدة من عندها هي نقل الحركة الدورانية مع العزم، هي rotate and transmit power from driving device، اللي يثبت عليه يا اما الشفت يا اما الجير يا اما البولي يا اما السبروكيت يا اما فلنج او بيلت او تشين. فاللي موجودة الانواع هنا، شوف هذا الفيجر 1 يراويني شفت اللي هو ترانسميشن اللي يكون واحد يعني قطر واحد او قطرين، اما هنا متغير الاقطار، هاي الاشكال اللي موجودة، او الكرنك شفت اللي موجود عندنا. الشفت فرقة عن الأكسل، شوف هنا أعطاني أكسل، هنا أعطاني تول سبندل، هنا ستيب شفت، وهنا بلين ترانسميشن. فرقة عن الأكسل إنه هنا الأكسل ينقل فقط سرعة دورانية، لكن الشفت ينقل سرعة دورانية وعزم. الشفت ديزاين كونسيدريشن، أول شيء أريد إحنا نعرف السايز الحجم والسبيسينج مال كومبوننت والتوليرانس اللي أقدر أني عن طريق الرسم الكامل، رسم الاسمبلي كامل للمنظومه اللي اريد اشتغل بها. بعدين لازم اني اختار الماتيريال والماتيريال شلون معاملتها، الديفليكشن اند ريجيديتي ايش قد يصير بيه ممكن ديفليكشن اثناء التجميع وبدون عمل، والبيندينج يجين الديفليكشن من البيندينج بدون عمل، والتورشن والديفليكشن من العمل، والسلوب اد بيرنج والشير ديفليكشن، والستريس اند سترينث اللي هي ستاتيك سترينث والفتيك سترينث. بالنسبة لنا نريد نعرف احنا reliability ايش قد المصداقية اللي اريد انطيها اني للشفت حتى من يشتغلون به، ايش قد الدوم العور مالته، هل هو يصمد على الفريكوانسي ريسبونس والمانيفاكتشرين كونسنتريت. بالنسبة لنا لو نشوف هذا الشفت هنا الشفت نشوف عليه بولي وعليه جير ومستخدم الكي للتثبيت، وهنا اكو كتف ايضا للتثبيت موجود كي مثبت الشفت من الطرفين بواسطة البيرنج. نريد نعرف احنا شلون نصمم الشفت. الشفت عندي اني اول شيء يدور وعليه احمال، عليه احمال وعليه هنا بيرنج، يجوز عليه اكسيال لود ويجوز ترانسفير لود ويجوز تويست وجائز تويست وجائز يكون بيندينج. شفت ديزاين بروسيجر اللي نريد نشتغل بيه هو determine the shift rotational speed، لازم أعرف السرعة الدورانية، لازم أعرف القدرة أو التورك اللي ينقل، لازم أعرف الدايمنشن power transmission devices and other component mounted on the shift، شن هي الأجزاء اللي تثبت على الشفت، موقع البيرنج بالنسبة للشفت، أشوف أني الشكل العام للشفت، أرسم الجيومتري مالته، ونحسب التورك اللازم، نحسب الفورس المثبتة اللي راح تأثر على الشفت، نختار المعدن المناسب، بعدين قال أشوف الستراسز، بعدين أخذ الكريتيكال بوينت وين صايرة أحددها حتى أحسب عليها أقل قطر مناسب، بعدين أحط كل الأبعاد المناسبة وأنطي الدايمنشن يروح يصلعون إياه. بعدين لازم اني اشوف انه البيرنج المناسبة اختارها، وهل انه موقع الستراسز اللي موجودة ضمن الستراس المسموح به ام لا. اول خطوة اريد اسويها اريد اشوف هذا الشفت يصمد على كريتيكال سبيد الى لولا، اللي هو اذا تحرك بسرعة اقل من كريتيكال سبيد لو مساوية لها لو اعلى منها. عندي معادلة ريلي ريدز إكويشن اللي هي الأوميجا سي تساوي للتعجيل الأرضي في الوزن في الديفليكشن مالت الوزن لما يكون هو ستاتيك على مجموع الوزن، كل وزن في الديفليكشن مالت تربيع مجموعة. فالأوميجا سي هي فيرست كريتيكال فريكونسي، يقول ذا فيرست كريتيكال فريكونسي هاي نوت كلش مهمة، أو ذا شفت شود بي آت ليست 3 تايم the highest forcing frequency accepted in surface and preferable much more.
الفاكتور of 10 x are more as preferred, but this is often difficult to achieve in mechanical system. القصد منها هاي كلها النوت أن يجب أن تكون natural frequency على الأقل 3 مرات أكبر من السرعة الدورانية اللي يدور بها الشفت. طريقة ماكولي في حساب الديفليكشن. حتى أطبق أني القانون هذا، حتى أطبق هذا القانون وأعرف إيش قد الأوميجا سي مالتي الناتشرال فريكونسي مالت الفرست كريتيكال فريكونسي مالت الشفت، وأشوف أقارنه ويا السرعة الدورانية، إذا هذا أكبر 3 مرات على الأقل أني أوكي. حتى أطبق هذا القانون لازم أطلع الديفليكشن في كل نقطة تأثر بيها قوة. هاي الديفليكشن شلون؟ أجي أشوف أني أحدد الليفت هاند سايد أوف ذا بيم وأخذ مسافة إكس وأحدد كل مقطع إيش قد كل مسافة وكل نقطة تأثر عليها القيمة، وراح نشرحها حسب الإكزامبل اللي يجينا. هذا الإكزامبل إذا أبوعه مثبت عليه هنا بيرنجين، الشفت معثر عليه 3 أوزان الوزن يعني قوة، وتو بيرينجز هو أوفر هنج بأبعاد مثبتة هنا، الفاي ديامتر مالته 4% متر يعني 40 ملي متر، اليونج موديلوس مالته 200 × 10^9، وانطاني مادة الستيل جاهز انطيك عن السبيكة وانت تروح تطلعها من الجداول اللي رفقت ويا الشفت اللي هي الجداول الموجودة هنا رفقت ويا الشفت، طلع الموديلوس او الاساسي مالت السبيكة. السرعة الدورانية للشفت 7000 ريتين بير مينيت. يريد من عندي أشوف هذا يصمد أو لا يصمد. أجي أقول أول خطوة لازم أعرف هذه القوة مالت الرياكشن شو تساوي لي. قوة الرياكشن إنه R1 وR2 إلى الأعلى زائد مجموع هذا الوزن زائد هذا الوزن زائد هذا الوزن. خاش. بعدين أجي أقول أنا حتى أعرف هذه وأعرف هذه، هاي كمعادلة أولى. لازم أعرف إيش قد كل قوة. إذا ألجأ إلى معادلة ثانية اللي هي أسوي العزم حول نقطة O. هنا أختار O، جاهز أنت تختارون هاي النقطة أنت براحتكم. عزم حول نقطة O، القوة W1 في ذراعها باتجاه أقرب الساعة، باتجاه أقرب الساعة W1 في L1، جاهز أنا أنطيها موجبة وجاهز أنطيها سالبة، المهم أحدد. فهنا بالحل السؤال اعتبر هذه موجبة، زائدا هذه القوة W2 في هذا الذراع كله، زائدا هذه R2 أعطيها إشارة سالبة صارت عكس أقرب الساعة في هذا ذراعها كله، زائدا W3 في هذا الذراع كله يساوي لي صفر. من عندش تطلع عندي؟ تطلع عندي R2 قيمته بدلالة L1، يعني هاي كلغة أرقام. بعدين أجي أقول أني أحسب المومنت at x طلعت R2، إذا إجيت عوضتها هنا W1 W2 W3 عندي أعوض R2 تطلع لي رأساً R1. إذن هسه لازم أجدي أطبق معادلة ماكولي. هذه معادلة ماكولي تقول ما يأتي إنه الـ mxx المومنت الكلي المسلط في أي نقطة موجودة هنا يساوي لي ما يأتي R1 في X، بما أنه R1 باتجاه أقرب الساعة فأنطيه الإشارة سالبة. أنا أقدر أحدد هنا وأحدد هنا أنه كل اتجاه أقرب الساعة يكون سالب، زائدا الW1 في X ناقصا منه يساوي لي X ناقصا L1، زائدا الW2 في X ناقصا L2 زائد L1 ناقصا R2 هنا انطاها إشارتها باتجاه عكس أقرب الساعة ناقصا R2 في X ناقص L1 زائد L2 زائد L3. هاي كمعادلة رقم 1. أجي أقول أنا عندي نظرية ماكولي تقول ما يأتي EI DY سكوير Y باي DX سكوير يساوي لي M. أنا صغت الأم لي فوق وسأجي أعوضها في المعادلة رقم 2. معادلة رقم 2 EI أجي أكاملها للمعادلة رقم 2 أشوف التكامل مالتي إيش راح يصير. عوضت قيمة M بالمعادلة رقم 1
واحد هسا اشوفه من اجي اكامله يصير ناقص ار1 اكس تربيع على 2 زائدا W2 على 2 في القوس هذا يصير تربيع هو نفسه هذا القوس هو هذا القوس زائدا W2 على 2 هذا القوس تربيع اللي هو هذا بالضبط ناقصا R2 على 2 هذا زائدا determinant لأنه هو غير محدد فأضيف له A أكاملها مرة أخرى للمعادلة هذه أكاملها فصير EI Y X تكعيب على 6 هنا تكعيب على 6 زائدا AX زائدا B هسا أجي أقول ما يأتي هذه الواي هي هذه القيمة الإي هي المودولوس of elasticity لمعدن الشافت الإي اللي هي مومنت of inertia للشافت اللي هي باي دي أس 4 إلى 64 أجي أقول حتى أني أطلع الإي حتى أطلع قيمة إي فأجي أقول إنه لما الإكس يساوي صفر لما الإكس صفر ما عندي أي deflection لوجود البيرينج زين إذا إكس صفر واي صفر تطلع البي صفر انتهينا منها بعدين لما اكس يساوي لي ال1 زائدا ال2 زائد ال3 يعني رحت لي وين للبيرنج الثالثه البيرنج الثانيه اللي هي بيرنج رقم 2 اللي هو الديفليكشن بها صفر فاجي اعوضها ان الواي صفر هنا وهذه الاكس اعوضها بال1 زائد ال2 زائد ال3 تطلع لي قيمه الاي بالمعادلة هذه هي معادلة الأي هذه قيمة معادلة الأي تعوض بالأرقام المومنت أنف إنرشيا باي على 64 دي أس 4 نجي نقول هسا أرجع لوين أرجع لازم أطلع الديفليكشن بالW1 بالW2 بالW3 بالW فقط فأجي أقول هم ذولا وين أشوف هنا أرجع للرسمة هنا نجي هنا قلنا صفر الواي الواي صفر طلعت البي صفر الواي يساوي لي مجموع ذولا ثلاثة الاكس يساوي مجموع ذولا ثلاثة الواي صفر فطلعت الدفلك قيمة الكونستانت اي بها أرجع أصيغ المعادلة من جدة وجديد أرجع المعادلة الأخيرة حتى أطلع الواي في كل نقطة فأجي أقول أعوض ال الاكس يساوي لي ال1 اعوض الاكس يساوي لي ال1 اطلع الواي هنا بعدين اعوض الاكس يساوي لي ال1 زائد ال2 اطلع الواي بهذا المكان بعدين اعوض الاكس يساوي لي ال4 زائد ال3 زائد ال2 زائد ال1 حتى اطلع وين اطلع الديفليكشن هنا أنا. من طلعت انا الديفليكشن وعندي ثلاث قوى اذا اجي هسه معادله ريلي ريتز اعوضها معادلة ريلي ريتز تتعوض بالكامل فطلعت عندي أشوف هنا رجع لها هذه هي الألة الأولى الألة الثانية وثلاثة L اللي هي هاي تطلع الدلوة أجي أطبق المعادلة التعجيل في مجموع الوزن الأول في الواي مالتة زاد الوزن الثاني في الواي مالتة زاد الوزن الثالث في الواي مالتة على مجموع الوزن الأول في مربع الواي زاد الوزن الثاني في مربع الواي زاد الوزن الثالث في مربع الواي مالته طلعت الأوميجا شقد قيمتها انتبه هنا راديان بير سكند 1605 راديان بير سكند إذا أريدها راديان بير منت يجب أن أضرب في ما يأتي أضرب في 60 وقسم على من على 2 باي أضرب في 60 وقسم على 2 باي حتى تطلع لي راديان بير منت فتطلع القيمة مالتها 15328 راديان بير منت الجواب مالتك وين يكون الجواب مالتك يجب أن يكون ما يأتي أنا عندي السرعة 70,000 طانية في بداية السؤال وهنا 15328 العفو 7000 طانية وهنا الطانية طلعت الأوميجا الناشر فريكونسي 15328 إذن هذا الرقم أكبر من الرقم الثاني بمرتين أقبل بيها ما أقبل بيها إيه أقبل بيها الجزامبل الثاني اللي هو يكون بهذا الشكل البيرنج موجودة بالأطراف وعندي فقط واي عندي فقط واي فبعد ال1 من هذا الطرف
طول الشفت كله 4 متر، 4 بالعشرة متر. المودولوس اوف لاستيسيتي هو هذا، واليونغ مودولوس، والشفت اللي هو يكون من نوع ستيل. ويقول لي for example that this for to explore the influence of critical frequency adding an overhinge load at B. فنريد نشوف هذا البيم، وبعدين يقول بدل واحسب لو كان البيم انضاف عندي هنا بهذا الشكل صارت، شوف منو اللي راح يزن، ويكون الاوفرهنج اللود انضاف 150 والدستنس اللي انضافت 15%. فنجي نحدد احنا اول شيء اللي انا اسويه، لازم اطلع R1 زائد R2 يساوينا W1، R1 زائد R2 يساوينا W1. كلوكوايز اطلع كل من R1 و R2 من هاي المعادلة، معادلة اولى بس ال W1 معلومة عندي، اسوي مومنت على ال O، اطلع منها ال R2، اعوض ال R2 هنا تطلع عندي ال R1، اجي اطبق هاي المعادلة بالكامل، فراح يصير عندي R1 في X ناقص زائد W1 X ناقص R. اكاملها تكامل اول ثم تكامل ثاني، انا اللي اريد هذا. فعندما X يساوي صفر، عندما X افرضها صفر هنا صفر، شي يصير عندي هنا X صفر، يطلع لي البي ما يأتي قيمتها صفر لأن الواي صفر بيها. وعند الاكس يساوي لي اغل، الواي يساوي صفر، الاي تطلع معادلته بهذا المعادل احسن مومنت اوف انرشيا لان الشفت دائري باي دي اس 4 على 64. الموديلز بلاستيس تنطانيها او اعطيك سبيك انت تطلع من الجداول. ارجع اقول ما يأتي، اعوض هاي المعادلة اي اي واي، اعوضها بمن الواي، اريد اعرف هاي الواي لما الاكس عند الثقل W1، عند الثقل W1 فاجي اعوضها فتطلع لي الواي مالتها تساوي لي هذا القيمة. اجي هسه اطبق معادلة ريلي ريدز بالكامل، ما عندي غير فقط حمل واحد، وانتبه هنا R1 و R2 ما تدخل في هذه المعادلة ابدا، فقط للأحمال ومو كل القوى، للأحمال. إذن طلعت عندي 7152 راديان بير مينت. الثاني اللي صار أوفر هنج هذا الحل مالته عندكم، ماكو داعي نطول بيه، فتطلع عندي هنا 10671 راديان بير مينت. فأرد أسوي كمبارزن بين الحالة الأولى والحالة الثانية، أشوف أني أكو هنا عندي 7150 راديان بير مينت وهنا 10671 راديان بير مينت. أني عندي الأصلية هي كانت هنا بين تأثير وجود الوزن الآخر الأوفرهنج الزيد من الناتشرال فريكونسي بالنسبة للشفت مالته. النوع الثاني جائز الشفت مالتي يصمد عند هذه الناتشرال فريكونسي، بس جائز انه القطر مالته ما يصمد. اريد نتعرف على الاختبار الثاني. اول شيء احنا حتى الديزاين نستخدمه، نستخدم معادله الازمي اللي هي الدستورشن انرجي في استخراج قيمه الديامتر، وهي بابسط اشكاله. هنا ماخذين معادله المارشك، المعادله تقول 32 في الان اس فاكتور اوف سيفتي على الباي تحت الجذر التربيعي، المومنت على سيجما انديورنس تربيع، زائد 3 على 4 التورك على سيجما واي سيجما يلد تربيع، الكل هاي المقدار تحت الجذر الثالث. فاللي نحتاجه نقول ما يأتي انه الفاكتور اوف سيفتي، نعطاني هنا محددات لفاكتور اوف سيفتي، اذا لم يعطى الفاكتور اوف سيفتي في السؤال فتجي انت تقارن تشوف هل انه انت عندك الفاكتور اوف سيفتي، شنو المعلومات اللي موجودة هنا عندنا. أريد أجي على أول فاكتور اللي هو السيجما إندورنس، شلون أطلعها سيجما إندورنس؟ إن أنا عندي الشفت لازم يشتغل دوار، عندي دايناميك، فسيجما إندورنس يساوي الفاكتور KA KB KC KD KE KF KG سيجما إندورنس داش. فالأول شيء أريد نشوفه سيجما انديورنس داش، سيجما انديورنس داش على العالم مشك محددها لها علاقة بالسيجما التيمت للمعدن. في هذا السؤال احنا راح نختار معدن معين،
فأجي للجداول اللي عندي بالمزودة إلي إنه السيجما ألتيميت أطلعها من الجدول على رمز السبيكة. فهنا عندي من ناحية الستيل خيارين. خيار الأول أجي أقول إذا كانت السيجما ألتيميت اللي أطلعها من الجدول أقل من 200 كيلو باو على سكوير إنج أو أقل من 1400 ميجا باسكال، أنا أختار المعادلة الأولى. وإذا كانت السيجما ألتيميت طلعتها من جدول السبيكة أكبر أو تساوي 200 كيلو باوند سكوير إنج أو أكبر أو تساوي 1400 ميجا باسكال، أستخدم هذه المعادلة اللي عندي. إذا المعدن حديد فأنا عندي هاي المعادلات، إذا المعدن ألمنيوم فراح تجيني المعادلات الآتية. اثنين من المعادلات أيضا مقارنة مع سيجما ألتيميت، وإذا كوبر ألوي راح يكون أيضا مقارنة مع سيجما ألتيميت. هذا أول شيء خلصنا منه سيجما إندورنس. فنجي نطلع السيجما إندورنس، خلصنا. أجي للفاكتورات، أول فاكتور هو سيرفس فينش لأن له علاقة جدا وثيقة الأحمال اللي تصير على شقلي ومشك، إنه الكي أي يساوي لكاف طلع أي سيجما للأس بي، سيجما ألتيميت للأس بي. هذول ما نجيبهم، كي أي دائما أكبر من واحد، إذا طلعت أكبر من واحد يجب أن تخليها أنت شقد واحد. الأي والبي ما نجيبهم، أجيبهم من هذا التيبل اللي راح نجي إحنا التيبلات اللي موجودة عندنا. بس نشوف التيبلز، هذا تيبل، تيبل واحد يعطيني الأي والبي مرة بالميجا باسكال مرة بالكيلو باوند سكوير إنش حسب الأبعاد اللي نعطيني إياها حسب القوى المؤثر. هنا تعتمد على من، على طريقة تصنيع الشفت، هل هو من نوع الجراوند، هل هو ماشيند أو كولد درون، هل هو هوت رولد، لو هو أصفاشت فأني أنتبه صيغة السؤال شو تقول، شنو صفات الشفت، فأخذ الأي والبي واعتمادي على من، ما أنسى اعتمادي على معدن الشفت. نجي على الفاكتور الثاني اللي هو كي بي. الكي بي له علاقة بالقطر، هسه انتو تقولون القطر ما نجيبه، اني افرض فرضية بالبداية عن القطر ادور عليه، لكن بالبداية خل افرض فرضية، ان فرضت القطر مالتي اقل من 50 فاجي اخذ هاي المعادلة مالتي، وان فرضت القطر مالتي اكبر من 50 فرضية انطيها من عندي هذه. بالاسئلة اني راح اقول لكم افرض القطر اشكد ابتدائيا، يعني start with small d equal كذا. فإذا أنا أشوف القطر اللي أنا فرضته شنو هو، أستخدم المعادلة مناسب، أحسب الكي بي من عندها. نجي إلى الكي سي reliability factor، يعتمد reliability factor على التيبل الاثنين، هذا هو تيبل الاثنين، إيش قد يعطيها بالسؤال reliability أطلع الكي سي المقابلة لها، مطانيها بالسؤال أعتبرها 50%، مطها بالسؤال 50%، هذه ثابتة بالنسبة لكم. الكي دي تمبريتشر فاكتور دائما اخذها واحد. اذا كانت التمبريتشر اصغر من 450 جريد اعتبرها واحد، واذا كانت التمبريتشر اللي انطيها اللي يشتغل بها الشفت ضمن حرارة ما بين 450 و550 اطبق عليها هاي المعادلة والتي بالكلفن وليس بالسنتيجريد، واذا كانت اكبر بالفهرنهايت فاذا التي ادخلها فهرنهايت. واضح هذا الشيء؟ أوكي. بالنسبة الكي اي، الكي اي ديوتي سايكل فاكتور دائما اعتبره واحد. الكي اف فتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور عندي سمول كي اف يساوي واحد على الكابيتال كي اف، سمول كي اف يساوي لي واحد على الكابيتال كي اف. نريد نشوف احنا نرجع للكي اف، نجي هنا راح نجي نشتغل بالمعادلة الآتية، هاي كابيتال كي اف، انا الكي اف اللي تدخل في معادلة السيجما انديورنس واحد على الكابيتال كي اف، واحد زائدا الكيو كي تي ناقص واحد، هذول لما نجيهم. هذه الكيو اللي هي تأثير الستريس كونسنتريشن الناتج من تصغير الشفت، الناتج من الكيرفيتشر اللي سويته بحرف الشفت وجيت قعدت عليه البيرنج. نشوف هنا نسميه نوت راديوس ار، اريد اعرف الار ايش قد، العفو هنا
الناس اذا اكو بي حفرة، اذا اكو بي شيء اني سويته راح اجي على هذا الجدول. النوت سنسيتيف فاكتور فور ستيل، الاكس اكسيز الفوق بالمليمتر، الاكس اكسيز الجوه بالانجات، فاجي اشوف هاي الخطوط هي اللي تطلع لي الكيو، إلها علاقة بي من هاي الخطوط بنشوف كل خط يأشر للسيجما ألتيميت. هذا عمود الباوند سكوير كيلو باوند سكوير إنج، هذا العمود ميجا باسكال. فمثلا لو كان عندي أني النوج الراديوس ينطيني بالسؤال مثلا 3، وأني عندي السيجما ألتيميت طلعتها من الجداول 200 باوند على السكوير إنج، فأجي أشوف هاي 200 وين يودي الخط مالتها، أمشي على هذا الخط العلوي وأجي أقف وين؟ أجي أقف جو الثلاثة بالضبط، وأمشي بالعرض بهالشكل إلى هنا، أمشي بالعرض لهنا، فأشوف أستاوي لي 0.98 الكيو 0.98 منه أخذها، أخذ من هي الكيو. أنا أريد الكيتي، الكيتي شن هي؟ الستريس كونسنتريشن فاكتور. إحنا قلنا من الحواف اللي أثبت عليها البراغي البيرينج الشات ما يكون بنفس القطر، يصغر قطرة، وهذا الدوران اللي صاير هو R اللي نسميه radius of fillet. فأشوف هذا الشفت، هذا الفيجر، هذا الفيجر عندي يعني عدة فيجرات تقريبا 16 فيجر في شقلي موحدة عالميا لكل العلماء. هذا الفيجر حتى أطلع الKT مالته لازم أعرف نسبة R small على D، يعني هذا الكيرف وش قد ينطيني وش قد small D، ويعتمد على كابيتال D على D. إذا أنا هذا من جبته تذكرون حكيت على الكي بي، قلت نفرض فرض ابتدائي سمول دي ايش قد ممكن يكون، لو اكبر من 50 لا اقل من 50، ما طاك يا بالسؤال انت تفرضها، بس بالامتحان لا، انا احددكم ايش قد قيمه دي سمول الابتدائيه، لان انا كل شغلي اريد اشتغل بيه اريد اطلع هذا القطر المناسب. فاجي احسب ار على دي، احسب كابيتال دي على سمول دي، أجي أحسب كابيتال دي على سمول دي، أصعد لنفرض R على دي طلعت 0.5، وكابيتال دي على سمول دي مثلا 1.1.1، فأجي من 1.5.15 أجي أصعد على من على 1.01 وأنطلق بهالاتجاه وأطلع الكيتي. الكيتي هنا تقريبا 1.28، تقريبا 1.28، أجيب الكيتي أطبق هاي المعادلة بالضبط أطلع كابتل كيف، أقول واحد على الكابتل إف أخذ سمول كيف وأروح أطبقها في معادلة الانديورنس. الكي جي دائما من سليونس إفكت فاكتر المؤثرات الأخرى مثل الهيت تريتمنت، ريزيجوال ستريسز، سيرفيس كوتينج، فايبريشن، كوروجن، شي صار أدي على الشفت دائما أعتبره واحد. بالنسبة أن نكمل درسنا، المعادلة اللي جتني هنا إذا نشوفها، إذا ما كانت أدي هاي الجداول بس أريد أنوه إلها، إحنا دائما نستخدم الكي تي عبارة عن كابتل أي آر على سمول دي للأس بي، هذه الأي والبي هي مو الأي والبي اللي تعلمتوها بحساب السيجما بالبداية اللي هي اللي أخذتها في حساب الألتمت، هذا الأي والبي. إذا أريد أي وبي بالنسبة للكي تي كي أف أجي لهذا الجدول، هذا الجدول رسم هنا، فهذا انتبه عليه. جائز الشفت ما تيكون بهذا الشكل، بي هنا جروف، فهذه الار هو الراديوس اوف فيلت المطلوب، وهذا سمول دي هو هذا اللي افرضه، بعدين اطلعه واعرف كابيتال دي ايش قد يساوي لي. وجائز الشفت بي حفره للتثبيت يستخدم بين، فالكي تي مباشره هي كابيتال دي على سمول دي اون سيرفيس اوف شفت ات هول، فأجي أقدر أشوف إيش قد السمول دي على كابيتال دي وأنتقل لهنا، يكون شغلة كل سهلة، وعلي هذا الشات فقط بيندينج اللي هو مومنت، أو أستخدم هاي المعادلة إذا ما عندي أي فيجر أستخدم هذه المعادلة النهائية.
هذه مفروضة وهذه كابيتال دي شرحت لكم إياها، إنه أزيد على هذا دي اللي فرضتها 2 في الراديوس أو فلت اللي أني أنطنيها بالسؤال، وأطلع الكيتي إذا ما موجود عندي أي معلومة عن الجداول اللي أطلع منها الكيتي. الستاندر سايز أوف شيفت إذا طلعت أني من معادلة الديستورشن إنرجي الشيفت يجب أن أصحح، وإذا كان بالمجال اللي حد 25 أصحح، إذا كان بكسور أصحح 0.5، وإذا كان بين 25-50 أصحح بواحد، وإذا كان 50% أصحح باثنين، وإذا 100 إلى 200 أصحح بخمسة. شلون؟ إنه إذا طلع لي 24.2 أقول 24.5، طلع لي 30.1 أقول 31، إذا طلع لي 60.2 أقول 62، إذا طلع لي 150.1 أقول 155. التورك هو شنو؟ هو إحنا ماخذين من صف ثاني وصف أول، هو عبارة عن الباور في ألف في 60 على 2 باي N. الباور لازم يعطيني إياها بالكيل، الباور بالكيل، و 2 باي N ليش على 60؟ إذا انطاني راديان بير مينت السرعة، أو هي تساوي لهذا الجزء. هاي معادلة التورك. إذا كان عندي بيلت درايف، إذا كان عندي بيلت درايف فالتورك يساوي لي F1 القوة العظمى ناقص القوة الصغرى في الدي بولي على 2. إذا كان عندي جير فإحنا نشتغل بالجير حسب الرسمة الآتي. إذا كان عندي جير فالجير القوة اللي تتسلط على سن الجير تميل بزاوية يعطيني إياها بالسؤال، يا أما 20 قلنا يا أما 25 يا أما 14.5. ما طول هي زاوية تميل بعشرين درجة فتتحول إلى F جير تانجينشيال و F جير نورمال، نورمال وتانجينشيال، والبولي يا أما التعشيق مالته أفقي يا أما التعشيق مالته يكون عمودي. فالF جير تانجينشيال فورس أنا نعطيتكم إياها هذه بالجداول، هذه القيم إنه F tangential هي التورك، F tangential في نصف قطر البولي الجير، والF normal اللي هي يساوي لي F tangential في tan phi. فدائما أطلع التورك أحسب منه F tangential أجي أعوضها هنا أطلع F normal، لأن إحنا نحتاج إنه إحنا نعرف القوى المؤثرة على الشيء. بالنسبة لهذا الجدول السؤال، سؤال حلو لطيف، انه انا عندي اطبق الاسمي اكويشن هذا الفيجر، نوع المعدن السبيكة اللي هي 817M40 هوت رولد اللوي ستيل، انتبه هنا هوت رولد اللوي ستيل زين، برين هاردنس نمبر مالته 220، الجير اند بولي شولدر الراديوس الراديوس أو فلت سمول آر 3 ملم، الباور مقولة 8 كيلو وات، السرعة 9000 ريديان بير مينت، بيتش سيركل ديامتر الزاوية اللي عندي هي 20 درجة براشر أنجل بالنسبة للجير، سبار جير قطرة 192، البولي ديامتر قطرة 250، وزن البولي وزن الجير 8 كيلوغرام، وزن البولي 10 كيلوغرام على التوالي، نسبة البيلت تنشن يعني F1 إلى F2 أو T1 إلى T2 2.5، والريليابلتي 90%، ويقول صممي لي شافت، يعني من أقول صممي شافت أقول assume constant diameter for the circulation، نفرض أنه هو القطر مالته ثابت على طوله، انطاني الأبعاد ما بين التثبيتات بيرينج 2، هنا نشوف انه احنا البولي الربط مالته افقي والجير البنية اللي فوق والجير الى الاسفل، فنشوف الرسم مالتنا
أول خطوة أحسب التورك من الباور على الأوميجا. باور معطات والأوميجا معطات، فأحسب التورك طلع لي نسبة القوى 2.5، فأف 1 يساوي 2.5 في أف 2. التورك بالنسبة للجير للبولي العفو هو أف 1 ناقصا أف 2 في آر بولي. آر بولي عندي أف 1 طلعتها بدلالة أف 2، فهاي المعادلة تعطيني فقط من عندها الأف 2. طلعت الأف 2 هذه قيمتها لأن التورك معلوم، طلعت الأف 2 مالتها، أجي أعوضها هنا تطلع من عندي الأف 1. هاي كخطوة أولى. هذا هو تحليل الإشادات اللي تصير، القوى اللي تصير على الشفت. الأف جير تانجينشيال هو عبارة، قلنا إحنا التورك بالجير هي أف تانجينشيال في الأر جير، هذه أف تانجينشيال في الأر جير. فنجي عندي الأر جير، عندي الأر جير وعندي التورك، أطلع الأف تانجينشيال. حتى أطلع الأف نورمال فعندي الأف تانجينشيال، عندي الزاوية نعطيني 20، مباشرة تطلع عندي قيمة الأف نورمال. طلعت الأف نورمال من هالمعادلة. بعدين جينا نرسم ونحلل الإجهادات من أجل أنه أنا معادلة ريليدرز مال العفو الأسمي إكويشن بيها المومنت، فلازم أسوي بندنج مومنت. عندي قوتين، عندي بيرنجين بالنقطة سي وبالنقطة اي. بالنقطة بي عندي جير، بالنقطة جي عندي بولي، بولي متعشق أفقي والجير متعشق عمودي. أوزانهم اثنينهم للأسفل والرياكشنات اثنينهم للأعلى. إذا أنا أسوي المومنت حول نقطة اي، إجيت سويت المومنت حول نقطة اي، إيش عندي بالنقطة اي؟ عندي اف جير نورمال القوة العمودية للجير ووزن الجير في ذراعها الوان، هذه باتجاه عقرب الساعة موجب، ناقصا الرياكشن بالبيرنج الثانية في هذا الطول كله سالب، في هذا كله سالب، زائدا ام بولي، ام بولي في الجير، ام بي بولي مضروبة في التعجيل الأرضي. هنا ليش تعجيل أرضي؟ لأنه أعطاني كتل ما أعطاني قوة، مضروبة في L1 زاد L2 زاد L3 يساوي لنا صفر. ماشي، نجي نقول نطلع منه R2 vertical و R1 vertical. بعدين أنا عندي بسبب هذا الشيء انتبهوا هنا كل زين، بسبب أنه البولي تعشيق أفقي يصير عندي رياكشن اثنين أفقيات يعكسون القوة الشد هنا، واثنين عموديات يعكسون هذا الوزن. فطلعنا باتجاه الأفق الفيرتيكال R1 و R2. بعدين أجي أشتغل على الهوريزنتال لود. هوريزنتال لود أسوي مجموع القوى باتجاه الأفق، ما عندي غير الأف تانجينشيال وعندي القوتين اللي مؤثرات بالبولي F1 و F2 وعندي الوزن الجير، العفو قوة الاف تانجنشال مالت الجير. اجي طلعت الرياكشن R1 هوريزونتال و R2 هوريزونتال، R1 هوريزونتال R2 همزات. شلون؟ مجموع القوة باتجاه الافق، قوتين تجيني منه وقوة تانجنشال منه، وعندي رياكشن هنا افقي ورياكشن هنا افقي. بعدين أسوي مومنت حول هاي النقطة أو حول هاي النقطة أنا براحتي، وأطلع منه القوتين. بعدين أجي أصيغ، أريد أعرف المومنت، أريد أرسمه بنقطة الأولى بالطرف هنا أكو بيرنج، في الديفليكشن المومنت بيها صفر، لكن بالأوفر هنج المومنت موجود، في البولي، في البولي المومنت صفر. فأجي أصيغ المعادلتين مثل ما تعلمته بالفصل صف ثاني، bending moment horizontal و bending moment vertical، أجي أشتغل فيهم هذا الشغل. بعدين قلت أنا عندي horizontal وعندي vertical بيناتهم 90 درجة، فأطبق نظرية فيثاغورس عليهم، أطلع المومنت المحصلة في النقطة B والمومنت المحصلة في النقطة C، أيهما أكبر هو اللي أخذه.
نا 54.2 نا 158.8 هو هذا اللي أخذه لأنه أخطر شيء موجود عندي ويتطبق عليه، فأجي أخذه إله بالمعادلة. بعدين أقول أنا السيجما إنديورنس شلون اختاريت السيجما إنديورنس، أعطاني المعدن حسب الرقم مالته، أطلع نرجع للإنديورنس ما ننساها هذه. المعدن كان عندي ستيل واختار ألتيمت إله، طلع من الجداول قارنة لقى الألتيمت أقل من هذا الرقم فاستخدم هذه المعادلة، فاستخدم المعادلة اللي عندي طلعها، طلع الكي اي طلع الكي اي طلع الكي بي، فرض مبدئيا 30 ملمتر، اذا شخذ اخذ المعادلة اللي ادي 30 اقل من 50 فاخذ هاي المعادلة طبقها طلع الكي بي. بعدين الكي سي قال لي الريلابلتي بالسؤال 90 درجة، نرجع على الكي سي نشوفها كيسي قال لي 90 درجة، فريلابلتي هي 0.9 0.897 جابها من السؤال، كي دي 1 كي اي 1 ويرد تبعها الكي جي ايضا 1. بعدين قال انا حتى اطلع الكي تي لو احسبها على هاي المعادلة لو اروح اجيبها الكي تي من الفقرات اللي تجي عندنا، لو اجي من الفقرات اللي تجي عندنا فاجي قال كيتي أسبع على هالمعادلة طلع بها الكيتي، كي اف يحتاج الكيو عرفنا احنا من نجيبها الكيو، الكيو طلعت 6 انديورنس بدأ حسبها طبقها طلع 6 انديورنس هنا البينيوم ما طلعته، التورج عندي ويليلد جبته من الجداول من طلعت الألتيمت طلعت اليلد، فطلع عندي تبرة الان اس يساوينا 2. ليش ازويل نون ماتيريال هاز بين سيلكتد سبجكت تو نون لود، اني الاحمال اعرفها فاختاريت الفاكتور اوف سيفتي 2، طلعت القطر ايش قد 31.8. هنا لازم القطر يصحح إلى أقرب عدد صحيح اللي هو 32 مليمتر، وأنا شد فارطة 30 أقبل به وما عندي أي مشكلة. بالنسبة لنا هذه هي الجداول اللي موجودة عندنا، الديستورشن إنرجي اللي استخدمتها هي هاي اللي هو ريفرس بيندينج أند ستدي تورك، هذه الإكويشن اللي أنا العفو اللي هذه استخدمتها اللي هي الديستورشن إنرجي. بالنسبة هاي هي معادلات، هاي حالة الستاتيك ممكن يكون تورشن عندي، ممكن بيندينج، ممكن تورشن وبيندينج، ممكن عندي ريفرس بيندينج عند ستدي تورك لو استخدم هاي الإكويشن، لو استخدم ديستورشن انرجي تابع نظريات الفشل، او استخدم الماكسيموم شير سادربرغ، او اقول مين بلس التنيتنج بيندينج عند تورك. احنا شغلنا وين؟ شغلنا كله يكون في هذه المعادلة، شغلنا كله في هذه المعادلة. بالنسبة لنا للجداول مالتنا أريد نشوف شو عندنا بعد، هذه هي الجداول اللي نطلع منها المعادلات تيبل اللي هو دي يكون اللي نطلع منها السيجما ألتيميت والسيجما ييلد تيبل أي واحد، هذا هو الكود مالت السبيكة، وهنا الحالة اللي صنع منها الشافت أول ما المعدن أول واحد تنصايل ييلد هنا ييلد، وهذا هو الألتيمت، وأنا أحتاج الألتيمت وأحتاج ييلد وانتبه على الوحدات الموجودة عندي. هذا تيبل أي واحد، هذا تيبل أي اثنين نفس الشيء، هو عندي تيبل أي ثلاثة، هذا اي 3-1 اذا اجت برمز الام على جدول البريتش ستاندر، وهنا هذا جدول يفيدني انه اعرف الرو والكثافة الرو الكثافة والمدى صفر الاستيسيتي ومدى صفر جديتي والبويزن راشيو بالنسبة لبعض المعادن،
تنتهي وعدنا فيجر اي تيبل اي 20، انا رفعت لكم اياه تيبل اي 20 تيبل اي 18، كل الطلاب موجود احتفل وشكرا.